اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء في فقرتنا الحواريه الثانيه في هذه الحلقه من نقاط ساخنه، والتي نخصصها للحديث عن متاجره الرئيس التركي بالازمات. اردوغان تاجر بحادث الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا بنشر مقطع فيديو الحادث، الا ان تلك المتاجره لم تكن الاولى ولكن سبقها العديد في مختلف الازمات. هذا الموضوع نناقشه اليوم مع ضيفنا في هذا الاستوديو الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركيه مركز الاهرام للدراسات السياسيه. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك. لكن قبل ان نتطرق لهذا الحديث وان نبدا في هذا الحديث، نذهب لنشاهد ونتابع هذا التقرير ونعود مرة أخرى. تاجر الأزمات، لقب يناسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظرا لتصريحاته المتكررة في خطاباته والتي يربطها دائما بمصلحته في المقام الأول. كان آخرها حادث مسجدي نيوزيلندا التي وصفتها بجزءا من هجوم أكبر على تركيا وعلى الإسلام، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا حتى وصفته وسائل الإعلام بالمستغلي للأحداث. في أزمة اللاجئين السوريين انتهج الرئيس التركي الأمر نفسه من أجل الحصول على الدولارات سنويا، فروج في أغلب خطاباته لمعاناتهم وكيف فتحت أنقرة أبوابها أمامهم وكأنها المدافع الأول عن أزمة اللاجئين في العالم، على الرغم من قيام العديد من الدول باستقبال الملايين منهم على رأسهم ألمانيا ومصر. وفي القضية الفلسطينية كثيرا ما خرج أردوغان مهاجما الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته وخطاباته، إلى أنه على أرض الواقع تربطه بإسرائيل علاقات لم تنقطع يوما، وخصوصا العلاقات الاقتصادية التي لم تتوقف حتى خلال أزمة المرمرة بين أنقرة وتل أبيب، ليتبين أن استغلال الرئيس التركي لأي تطورات حوله ليس في موقف أو اثنين، وإنما أسلوب انتهجه وعادة تقررت في خطاباته للاستفادة منها. إذن حول هذا الموضوع نناقش هذه القضية مع دكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير، دعنا نبدأ من حيث تنتهي الأحداث من حادث المسجدين في نيوزيلندا. الرئيس التركي استغل هذه الحادثة ومقطع الفيديو الشهير في حملته الانتخابية وأدلى بتصريحات، لكن هذه التصريحات كان لها ما بعدها، ومن الممكن أن تحدث أو بالتأكيد حدثت أزمة دبلوماسية بين تركيا ونيوزيلندا أو بين تركيا وأستراليا. تقييمك لاستغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الحادثة في حملته الانتخابية؟ اسمح لي في البداية أن أشكرك على الدعوة وأن أتقدم بخالص التهنئة لكل أم مصرية وعربية بمناسبة عيد الأم. واقع الأمر أنه ما فعله الرئيس التركي في أزمة نيوزيلندا هو تحول في استراتيجياته الانتخابية، بمعنى أن الرجل منذ العام 2003 درج على توظيف الإنجازات أو ما كان يسمى بالإنجازات الاقتصادية التي كان يحققها أو الإنجازات الاجتماعية التي كان يحققها لكي يضمن لنفسه ولحزبه فرصة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو البلدية. تركيا في نهاية هذا الشهر تحديدا يوم 31 مارس الجاري على موعد مع انتخابات محلية مهمة للغاية، لأنها أول اختبار لأردوغان وحزب العدالة بعد تمرير التعديلات الدستورية في 2017، ثم الانتخابات الرئاسية بعدها بعام في 2018، هي أول اختبار لشعبية أردوغان أيضا بعد الأزمات الاقتصادية وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وكل هذه الأمور. لذلك هو يعتبرها تحدي حقيقي ويقود الحملة الانتخابية بنفسه، ينزل في الشارع ويعقد مؤتمرات انتخابية، وكان من بينها المؤتمر الذي حاول فيه استغلال أزمة نيوزيلندا. أيضا زج بأفضل كوادر حزب العدالة والتنمية زي بن علي يلدرم اللي كان رئيس وزراء يترشح لأنقرة أو اسطنبول، ومن ثم الرجل أحدث تحولا في الاستراتيجية الانتخابية. بعد تسويق الإنجازات الاقتصادية توقفت الإنجازات وأصبح الاقتصاد التركي ينزف، لم تعد هناك إنجازات اجتماعية، ومن ثم بدأ يركز على استغلال الدين، استغلال الأزمات. استغلال الدين تجد الآن من يقول بأن من يصوت لحزب العدالة سيدخل الجنة، كما يفعل الإخوان المسلمون طبعا باعتباره متصل بالإخوان المسلمين. أيضا أمر ثاني وهو استغلال الأزمات. أزمة نيوزيلندا حاول أردوغان أن يستغلها لتصوير تركيا وتصوير أردوغان على أنه مستهدف في البداية، أنه مستهدف لأن الجاني أو الإرهابي الذي نفذ الحادث أشار إلى أردوغان وإلى تركيا، ومن ثم اعتبر نفسه مستهدف، وفي ذلك استعطاف للناخب التركي، بمعنى أن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقف
إلى جواره في الانتخابات، أيضا أراد أن يظهر نفسه على أنه المدافع عن الإسلام. كل القادة المسلمين فقط أدانوا هذا الحادث، لكنه طالب بتوقيع أقصى العقوبات وألمح إلى إمكانية إعادة عقوبة الإعدام في تركيا، وعرض محاكمة هذا الرجل إن لم تنجز نيوزيلندا محاكمة عادلة بحقه، واعتبر ذلك تدخل في الشأن الداخلي لنيوزيلندا. أيضا حاول الرجل أن يظهر تركيا على أنها تتحمل عبء الأمة الإسلامية جمعاء والمسلمين جميعا، وأن أردوغان هو أكثر القادة المسلمين إحساسا بالإسلام وبالمسؤولية تجاه الإسلام، وذلك في محاولة لدغدغة مشاعر الناخب التركي، لا سيما ذلك القابع في الأناضول أو الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المدن داخل تركيا. وفي ذلك تحول مهم في استراتيجية أردوغان الانتخابية، بعدما فقد تحقيق الإنجازات، بعدما تدهور الاقتصاد التركي، بعدما بدأ الشعب التركي يشعر بأن حزب العدالة والتنمية لم يعد جديرا بالتصويت له، حاول أردوغان أن يبحث عن بدائل، يوظف الدين، يوظف الأزمات، يوظف الإرهاب، كل هذه الأمور في محاولة لتحسين موقفه الانتخابي، لأن موقف حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات سيء للغاية. هناك استطلاعات رأي تؤكد أنه شعبيته في تراجع، أن المدن الكبرى التي كان يسيطر عليها منذ العام 94 كاسطنبول وأنقرة، هناك احتمالات بأن يفقد هذه المدن لمصلحة حزب الشعب الجمهوري. أيضا الحزب عاجز تماما عن أن يقنع الجماهير بأي مشاريع جديدة أو بأي طروحات جديدة، لأن الكل يعلم أن الحزب بات عاجزا بالفعل، وأن أردوغان لم يعد في جعبته ما يقدمه، وبالتالي هو حاول التغطية على هذه الإخفاقات سواء في الاقتصاد أو حتى في سياسته الداخلية وعملياته الأمنية الكبيرة في تركيا، ومئات الألاف ربما من السجناء من مدنيين ومن عسكريين في تركيا، حاول التغطية على ذلك بأنه يلجأ إلى مهاجمة الدول الأخرى، حتى أنه دخل ربما في أزمة دبلوماسية مع استراليا بسبب تصريحاته في الحادثة الأخيرة، وتراجع عنها لاحقا. لكن إلى أي مدى يمكن أن يستفيد الرئيس التركي من مثل هذا الهجوم أو الاستفادة من يعني أن يظهر بمظهر أنه يدافع مثلا عن الإسلام، أنه مستهدف من قبل الغرب، ما الذي يفيده في الانتخابات؟ ظني أن أردوغان حساباته قائمة على المدى القصير وليس على المدى البعيد، يعني هو الآن يركز على أصوات الناخبين الأتراك لمصلحة حزب العدالة والتنمية، المرتبك من حيث الموقف التنافسي الانتخابي. لكن على المدى الطويل هو دخل في اضطرابات ودخل في صدامات مع دول العالم أجمع. الاتحاد الأوروبي كما نعلم الآن يجمد مفاوضات العضوية لانضمام تركيا إليه، ويتحدث الأوروبيون الآن على أن تركيا دولة لا تستحق عضوية الاتحاد ولن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. مع الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات مرتبكة للغاية بسبب صفقة صواريخ S-400 التي يصر على شرائها من روسيا، وهذا ما يتعارض مع الناتو وتعتبره الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا لأمنها القومي. الآن أستراليا ونيوزيلندا العلاقات متوترة للغاية، لأنه تدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول وطالبها بتنفيذ عقوبة الإعدام، بينما هي لا تنفذ عقوبة الإعدام أصلا، وبدأ يتحدث عن أن هذه الدول تتراخى في التعاطي مع الإرهاب والإرهابيين، ومن ثم تم استدعاء السفير التركي في استراليا بسبب تصريحات أردوغان. أيضا نيوزيلندا غاضبة للغاية بسبب التصريحات التي أطلقها أردوغان. معنى ذلك أن أردوغان يفقد الدعم الدولي لمشروعه وتجربته، لكنه يفكر على المدى القصير بأن يحصل على أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين الأتراك. ألم يعد مفهوما هذه السياسة؟ نعم، هي مفهومة بالفعل، والعالم كله يدرك هذا الأمر، وأعتقد أن أردوغان بدأت الدائرة تضيق عليه بشكل كبير. يعني هذه الانتخابات تجرى في أجواء غير مواتية بالمرة. أولا من المفترض أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتعتمد على تكافؤ الفرص والمنافسة، بينما أردوغان يسيطر على 95% من وسائل الإعلام ولا يتيح للمعارضين أو لباقي الأحزاب المترشحة في هذه الانتخابات، وعددها 13 حزبا سياسيا تركيا، لا يتيح لهم الظهور الإعلامي بنفس الفرص التي تتاح لحزب العدالة والتنمية. أيضا قام باعتقال عشرات بل مئات المرشحين في هذه الانتخابات، وهذا نوع من الإرهاب. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قياداته كلهم في السجون الآن بينما هم مرشحون في هذه الانتخابات. أيضا أردوغان يمارس القمع والتخويف والإرهاب لدى كافة القوى السياسية الأخرى، لأنه يريد أن يحتكر المشهد السياسي. ومن ثم هذه الانتخابات تجري في أجواء غير مواتية، تفتقد للنزاهة، تفتقد للشفافية.
نعم. إذا ما يعني تحدثنا عن هذه التناقضات في مواقف أردوغان، لابد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية. بينما هو يظهر دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، نلاحظ أنه ليس فقط من تحت الطاولة، لكنه عيانا بيانا يظهر أيضا دعمه لإسرائيل ويتعاون اقتصاديا وسياسيا مع دولة إسرائيل. نعم، هو يزايد أيضا من حيث القضية الفلسطينية. يعني تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف رسميا بإسرائيل، وكانت المكافأة لتركيا في ذلك الوقت هي انضمامها إلى حلف الناتو عام 1952. بالمناسبة، لا يعلم الكثيرون أن نفس المعاناة التي تواجهها تركيا الآن من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي والتمنع الأوروبي كان موجودا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. كان هناك رفض لدخول تركيا لحلف الناتو، لكن بعد اعترافها إسرائيل وإرسالها قوات حفظ سلام في الأزمة الكورية في الفترة من 1950 ل 1953 وبدعم أمريكي، تم قبول عضوية تركيا في الناتو بعد اعترافها بإسرائيل. العلاقات الإسرائيلية التركية علاقات متطورة للغاية، تصل إلى حد التعاون الاستخباراتي، تعاون في تصنيع الأسلحة، تعاون تجاري، تعاون سياحي إلى أبعد الحدود. والعلاقات التركية الإسرائيلية لها وجهان، وجه خفي ووجه معلن. في الوجه الخفي، تطور مذهل في هذه العلاقات لدرجة أن الموساد الإسرائيلي وهو جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية يحتفظ بمحطات تجسس داخل تركيا على إيران وبعض الدول العربية. أما فيما هو معلن، أردوغان يحتفظ لنفسه بمساحة من انتقاد إسرائيل ومحاولة توجيه النقد اللاذع لنتنياهو من خلال التلاسن والحرب الكلامية، في محاولة للظهور أمام العالم الإسلامي بمظهر أنه جريء، أنه يدافع عن القدس والقضية الفلسطينية، وأنه ليس على وفاق مع إسرائيل. بينما فيما هو خفي، العلاقات هي الأفضل على الإطلاق بين إسرائيل وأي دولة في محيطها الإقليمي. وهذا يعكس مدى التناقض في السياسات التركية ومحاولة اللعب بالأوراق السياسية المختلفة، بما فيها القضايا المصيرية للأمة الإسلامية كقضية القدس على سبيل المثال، في محاولة لتحسين موقفه الانتخابي في الداخل، ومحاولة إظهار تركيا وأردوغان على أنهم قادة العالم الإسلامي، لأن أردوغان يتطلع إلى إحياء العثمانية، يريد أن يكون قائدا للعالم الإسلامي، ولن يتسنى له ذلك إلا من خلال إطلاق هذه المواقف من وجهة نظره. لكن بالمناسبة، هذه المواقف مكشوفة للدول العربية ولا تلقى ترحيبا من الدول الغربية. لكن ماذا عن شعبية في الداخل؟ القطاع كبير من الشعب التركي يدرك جيدا أن أردوغان يعني يمارس سياسة مزدوجة في محاولة للبقاء في السلطة لأطول مدى زمني ممكن، أي توظيف السياسة الخارجية لأغراض انتخابية داخلية. هذا القطاع من الشعب التركي ولن يصوت لأردوغان ولن يصوت لحزب العدالة والتنمية، سواء في الانتخابات المحلية أو أي انتخابات مقبلة. لكن هناك قطاع آخر من الشعب التركي محسوب على حزب العدالة والتنمية، لا يقل عن 40 أو 44% من الشعب التركي أو من الناخبين الأتراك. هؤلاء هم من يراهن عليهم أردوغان على طول المدى. لكن بدأ الشعب التركي يدرك مخاطر سياسات أردوغان، خصوصا أنها بدأت تنعكس بالسلب على الداخل التركي. يعني بسبب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، واشنطن فرضت عقوبات على تركيا. في 5 مارس الماضي تم إلغاء نظام التفضيلات التجارية التي كانت تتمتع بها 2000 سلعة تركية كانت تدخل الأسواق الأمريكية، أي كانت معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. الآن بعد إلغاء نظام التفضيلات سوف تدفع ما لا يقل عن 65 مليون دولار سنويا كضرائب ورسوم، نظير دخول الأسواق الأمريكية. أيضا الاتحاد الأوروبي بدأ يلغي امتيازات تجارية كانت تتمتع بها تركيا قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي. أستراليا ونيوزيلندا أيضا العلاقات توترت بشكل كبير، مع مصر العلاقات متوترة، مع العراق، مع سوريا. ومن ثم تخبط أردوغان في سياساته الخارجية أدى إلى عزوف دول عديدة عن التعامل معه، أدى إلى ارتباك حركة التجارة بين تركيا وهذه الدول، ومن ثم بدأ الاقتصاد التركي يعاني. الليرة التركية فقدت 30% من قيمتها، معدل التضخم تجاوز 20%، معدل البطالة تجاوز أيضا 20%، أصبحت تركيا مدينة بدين ضخم في الداخل والخارج، الرؤوس الأموال بدأت تهرب من تركيا. بينما النهضة الاقتصادية التي حققها أردوغان في العشرية المعروفة من 2003 إلى 2013 كانت تعتمد بالأساس على الاستثمارات الأجنبية التي تفد إلى تركيا. كل هذا تأثر بسبب تخبط أردوغان وسياساته العدائية والصدامية. حتى أن تركيا باتت الآن أشبه بالعزلة، هناك خلافات جوهرية بطبيعة الحال مع سوريا والأزمة السورية، مع العراق، مع وسط آسيا، مع قبرص، مع ألمانيا ومع أوروبا، وبالتالي
فتركيا حاليا ربما تعيش عزلة دولية بسبب نظام بالضبط. بسبب نظام أردوغان وبسبب سياسته الخارجية وتدخله حتى سياسة الإرهاب. نعم. يعني حتى هو بيهاجم استراليا ونيوزيلندا ويتهم الغرب بالإرهاب واستدعاء الحروب الصليبية وما إلى ذلك. تركيا نفسها متهمة بممارسة الإرهاب. يعني رئيس التشيك النهاردة جمهورية التشيك بيتهم تركيا بأنها تدعم داعش وأنها تقف في مواجهة الأكراد السوريين قوات سوريا الديمقراطية تحديدا لأنها تحارب داعش التي هي حليفة أردوغان. وأشار إلى تسهيل تركيا دخول عناصر داعش إلى سوريا والعراق عبر أراضيها وتصدير النفط وشراء النفط من تنظيم داعش قبل ذلك في سوريا، وهو أكد على معلومات استخباراتية كانت قبل ذلك روسيا قد أعلنتها. أيضا هو متهم بإيواء جماعة الإخوان المسلمين ويوفر لهم المنابر الإعلامية والمنابر السياسية داخل تركيا. أيضا يحاول استغلال الأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية من أجل خدمة أهدافه والتوسع عالميا، وهذا أغضب الدول الأوروبية، النمسا وألمانيا وفرنسا وهولندا جميعها ترفض الآن الأئمة الأتراك وترفض إقامة مدارس دينية تحت إشراف تركي. الكل بدأ يدرك سياسة أردوغان والرغبة في التوسع والتغلغل في العالم من خلال استغلال الإسلام والجاليات الإسلامية. حتى الإرهاب الذي يدعي أنه يواجهه هو نفسه متهم بالضلوع فيه، وهذا جزء من التناقض في مواقف أردوغان. أيضا ما يتعلق بالتناقض في المواقف ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، دائما ما يتحدث الرئيس التركي عن أزمة اللاجئين السوريين ودعمه لهؤلاء اللاجئين، لكن في المقابل نرى أنه يستفيد ويستغل هذه الأزمة من أجل الحصول على أموال. في 2016 تحديدا في مارس 2016 بالضبط تم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمنع 6 مليارات يورو مقابل 6 مليارات يورو نظير عدم أن يذهب السوريون أو اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا بالضبط. نعم. واستغل هذا الموضوع أزمة اللاجئين السوريين في مقابل 6 مليارات. نعم، يعني أردوغان براغماتي لأبعد الحدود. يعني هذا الرجل يبحث عن مصلحته سواء أيا كانت مع الأوروبيين. كان يدعي في البداية بأنه يستقبل السوريين في دارهم في بلدهم، لكن كان هناك مقابل وتفاوض على هذا المقابل بالمناسبة ورفعه مرات. يعني كان الاتفاق في البداية على 4 مليارات يورو، تم رفعها بعد ذلك إلى 6 مليارات يورو، بل إنه طلب إلى جانب هذه الأموال أن يحصل الأتراك على تأشيرة بسهولة لدخول دول الاتحاد الأوروبي أو إلغاء هذه التأشيرة. ربط ذلك بتمرير الاتفاق، وهذا الشرط ظل مرفوضا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وقالوا أنه يتقاضى أموال ولا يجب أن يأخذ أكثر من هذه الأموال. فأردوغان رجل براغماتي إلى أبعد الحدود، يحاول استغلال العلاقة مع الأوروبيين واستثمار كل الأوراق، حتى الأزمة السورية نفسها ومأساة الشعب السوري يحاول أن يتاجر بها سياسيا واقتصاديا لتحقيق مكاسب في العلاقات مع الأوروبيين ومع المجتمع الدولي ككل. لكن الخطير في الأمر أن هذه السياسة باتت مكشوفة للجميع، ولا أعتقد أن أردوغان سيحقق المكاسب والأهداف التي كان يتطلع إليها لأن سياسته باتت مكشوفة، ولا أتصور أنها سوف تؤتي أكلها. من أبرز تصريحات الرئيس التركي أردوغان: إذا كان لديك عدو عليك الاحتفاظ بعلاقاتك معه فربما تحتاجه فيما بعد. وهذا ربما يفسر هذه المواقف المتناقضة مع عدد كبير من الدول والأزمات حتى الدولية. لكن ما هو وضع اللاجئين السوريين حاليا في تركيا؟ وضع اللاجئين في تركيا السوريين تحديدا كان في ربما أفضل من هذا الوضع. الآن اللاجئون السوريون يشكون، يعني مر الشكوى من الأوضاع في سوريا. يعني صدر اليوم تقرير يؤكد أن هناك سرقة للأعضاء من بعض المرضى وبعض السوريين الموجودين في تركيا. بعضهم يشتكي سوء المعاملة، لم تعد عليهم فرص أفضل للبقاء، بعضهم يعرض عليه التجنيس من أجل أغراض انتخابية. يعني أردوغان يقوم بتجنيس السوريين لا سيما السنة منهم من أجل التصويت لمصلحته ولمصلحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وهذا يغضب كثيرين داخل تركيا. البعض الآخر يتم تجنيده في منظمات إرهابية واستخدامهم لأغراض مختلفة داخل تركيا. يعني الحديث عن الاعتبارات الإنسانية هو غطاء لما يمارسه أردوغان في استغلال أبناء الجالية السورية. والشكاوى تزايدت بالمناسبة بشكل كبير من قبل أولئك اللاجئين داخل الأراضي التركية. يعني هو من جانب يتقاضى أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي على استضافة أولئك اللاجئين، لكنه من جانب آخر يستغلهم ليس فقط سياسيا واقتصاديا وإنما أيضا أمنيا وحتى على الصعيد الصحي، مسألة تجارة الأعضاء وما إلى ذلك.
نعود مرة أخرى علاقات أردوغان بالاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية قامت أثناء حجد التأييد للتعديلات الدستورية قامت بمنع تجمعات لوزراء أتراك في تركيا، وبعد ذلك استغل أردوغان ذلك بما يسمى بجرائم النازية، بأنه وصف هذه الجرائم جرائم النازية ليصف موقف الألمان تجاه الرئيس التركي، وبالتأكيد هو استغل هذه الحادثة أيضا لربما ضرب الألمان في مقتل. ألمانيا لها طبيعة خاصة بالنسبة لتركيا، أن هناك أكثر من 3 ملايين تركي موجودين في ألمانيا، وهي تعتبر أكبر جالية تركية في الخارج. ألمانيا لديها مشاكل عديدة مع هذه الجالية، ليس لأنهم أتراك ولكن لمحاولة أردوغان توظيف هذه الجالية لتحقيق أهداف سياسية. ألمانيا ترفض أن يتم ربط أولئك الأتراك الألمان بالتقلبات السياسية والاضطرابات السياسية داخل تركيا. أيضا أردوغان يبحث عن المعارضين بين أولئك الأتراك في ألمانيا ويحاول التجسس عليهم، يحاول أن يختطف بعضهم، يحاول أن يصفي بعضهم جسديا، وهذا يغضب السلطات الألمانية لأنه تدخل في الشأن الداخلي الألماني واعتداء على سيادة الدولة الألمانية. أيضا أردوغان يقوم بيرسل أئمة وخطباء ومعلمين في مدارس دينية للأتراك في ألمانيا يبثون أفكار عدائية وأفكار تدفع على الإرهاب وتحرض ضد الغرب، ومن ثم الحكومة الألمانية تتخذ مواقف حاسمة ضد أردوغان وضد حكومة العدالة والتنمية. من ضمن هذا الاستغلال في ألمانيا هذه اللقطة التي جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسعود أوزيل اللاعب التركي في المنتخب في المنتخب الألماني للأصول التركية، وتم ربما إيقاف أو عقاب اللاعب الألماني فيما بعد بسبب هذه الصورة التي استغلها أردوغان. الغريب أنه أردوغان حاول أن يستفيد أيضا، يعني هو يسوق الإرهاب، يسوق الدين في السياسة. أوزيل كان عنده مشكلة أنه ادعى أنه يشعر بالاضطهاد، يعني في بعض الهتافات كانت تصدر بحقه لأنه من أصول تركية وحصل على الجنسية الألمانية بالمناسبة بدليل أنه في المنتخب الألماني. لكن بمجرد أن أعلن أنه يعاني من الاضطهاد والعنصرية، حتى قام أردوغان بتوظيف هذه القضية واستغلالها سياسيا، وبدأ يهاجم ألمانيا ويهاجم السياسات الألمانية النازية المناهضة للإسلام والمسلمين في نفس السياق أيضا، يعني فكرة استغلال كل ما هو يمكن استغلاله بالضبط ويخدمه سياسيا. طبعا القضية كان لها تأثير سلبي للغاية، حتى أن أوزيل أعلن أنه بصدد الاعتزال من ممارسة كرة القدم بسبب الاضطهاد وما إلى ذلك. فأردوغان تدخله في هذه القضية أضر باللاعب وأضر بالعلاقات التركية الألمانية. وبالمناسبة ألمانيا أهم دولة بالنسبة لتركيا، لأنه أكبر استثمارات في تركيا من ألمانيا. أيضا فكرة النو هاو أو التكنولوجي اللي بتعتمد عليها تركيا في تطوير الصناعة التركية غالبيتها تأتي من شراكات تجارية واقتصادية وفنية وتكنولوجية مع الدولة الألمانية. أزمة فنزويلا لم يتركها أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أنه مع الرئيس الفنزويلي، وهو ربما يستفيد اقتصاديا من نظام الرئيس الحالي مادورو، وربما أيضا له علاقات خفية بالرئيس الآخر. نعم، فيما يتعلق بأزمة فنزويلا أردوغان استفاد، لأن تقارير أكدت أن الذهب أو محاولة الرئيس مادورو للحصول على العملة الصعبة في ظل العقوبات المفروضة على بلاده والحصار، أنه قام ببيع الذهب أو رصيد كبير من الذهب الفنزويلي إلى تركيا. أيضا بتربطه علاقة لأن هناك استثمارات تركية في فنزويلا بشكل كبير، وكانت قاعدة للانطلاق والتوسع التركي في أمريكا الجنوبية، ومن ثم هو حريص على هذه العلاقات إضافة إلى الولايات المتحدة. العلاقات التركية الأمريكية مرتبكة ومتوترة الآن بسبب منظومة S-400 كما أشرنا، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، فضلا عن قضية فتح الله جولان. الولايات المتحدة ترفض تسليم فتح الله جولان إلى أردوغان، وهو الذي يتهم أردوغان بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016. هذا التوتر في العلاقات دفع أردوغان أكثر إلى دعم مادورو في محاولة لتسخين الموقف الأمريكي أو مساومة الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الخلافية فيما بينهم. كل هذه الأزمات التي يفتعلها الرئيس التركي، كل هذه التصريحات المتناقضة والمواقف المتناقضة للرئيس التركي، حضرتك قلت أن العالم أصبح يعي هذه التناقضات وهذه الاستفادة التي يحاول الرئيس التركي الحصول عليها من هذه المواقف، لماذا حتى الآن يظل ممسكا بزمام الأمور في تركيا؟ يظن أن في تركيا رغبة لدى قطاع واسع في التخلص من أردوغان، وهذا ظهر في أحداث في العام 2013 في أحداث ميدان تقسيم حديقة جيزي بارك تحديدا. لأول مرة يخرج الأتراك ويطالبون أردوغان بالرحيل، ارحل
والشعب يريد إسقاط النظام، حتى أن أردوغان رد عليهم: إذا كنتم تريدون إسقاطي فعليكم بصناديق الاقتراع. الشعب التركي يعلم أن أردوغان يجيد لعبة الانتخابات، وأنه يستطيع انتزاع أصوات ويستطيع المرور في الانتخابات حتى ولو 51%. لذلك هم يريدون تغيير النظام في تركيا، لأنهم يعلمون أن هذا النظام بات عبئا على الشعب التركي. لا يمكن لدولة أن تنجح في علاقاتها الدولية بينما هي في عداء وصدام مع الجميع. أردوغان الآن يعادي الجميع، يعني هو كان يعادي مصر وكان يعادي سوريا، الآن العلاقات مع الإمارات، مع المملكة العربية السعودية، وهذه الدول لها استثمارات ضخمة في تركيا، العلاقات مع الحلفاء، الناتو، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، فكرة النموذج الذي كان يصدره أردوغان للعالم في الفترة من 2003-2011 كانت تعتمد على دعم دولي ودعم غربي تحديدا. الآن الغرب يتخلى عن أردوغان، الغرب يتهم بالإرهاب، الغرب يتهم بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي لم يعد النموذج التركي أو التجربة التركية تحظى بالدعم الدولي والزخم الدولي التي كانت تتحصل عليه فيما مضى، وهذا يجعل التجربة التركية محكوم عليها بالفناء، وبقاء أردوغان محكوم عليه هو الآخر بالفناء. وبالتالي أتصور أنه أي اختبار انتخابي حقيقي يخوض أردوغان في قادم الأيام سوف يدفع فيه ثمنا سياسيا غاليا، والبداية ستكون من الانتخابات البلدية نهاية الشهر الجاري، ستكون مؤشر مهم لشعبية حزب العدالة والتنمية وأردوغان، لأن الرجل يقود الحملات الانتخابية بنفسه، وهو يعلم جيدا أن الناخب التركي لن يصوت مع أو ضد حزب العدالة، وإنما ضد أو مع أردوغان نفسه. لماذا دائما هل هو ما زال مقتنعا أنه خليفة للمسلمين حتى الآن؟ في ظل المعارضة القوية في الداخل والمعارضة الدولية لتحركاته، هو يعي جيدا أن حلمه لن يتحقق. هو كان يتمنى أن يستمر في السلطة للعام 2023، لذلك أدخل التعديلات الدستورية في 2017 التي تتيح له البقاء حتى 2029. الرجل يريد 2023 لأن هذا التاريخ له دلالة مهمة. الجمهورية التركية الأولى أعلنت على يد أتاتورك في عام 1923، تمر عليها 100 عام أو قرن من الزمن. في 2023 يتم الإعلان عن الجمهورية التركية الثانية. هو يريد أن يقال بأن أهم شخصيتين في تاريخ تركيا الحديث هما أتاتورك وأردوغان. الرجل سيعلن عن جمهوريته الجديدة، الرجل يستدعي العثمانية مرة أخرى ولكن في ثوب جديد. هو يريد أن يحقق هذا الحلم، لكن الأتراك يعلمون جيدا أن هذا لن يتحقق وأنه سيكون على حساب المصلحة التركية، كما أن العالم لا يمكن أن يقبل، لن يقبل العرب أو المسلمون بأن يكون أردوغان زعيما أو قائدا، ولن يقبل العالم أيضا بهذا الأمر. ومن ثم أعتقد أن أحلام أردوغان سوف تتبدد وستذهب أدراج الرياح إذا ما استمر بهذا النهج. أردوغان بقاءه أصلا في السلطة أعتقد أنه لن يستمر، سواء بطريقة سياسية سيتم الإطاحة به من خلال الانتخابات، إن لم يطح به في الانتخابات ستكون هناك طرق غير سياسية للتخلص منه، أبرزها الانقلاب العسكري. وإذا كان انقلاب 2016 قد فشل، أعتقد أن هناك فرصة لإقامة أو لإجراء انقلابات سياسية عسكرية أخرى، لكن لن يكون مصيرها الفشل، لا سيما مع هذا الكم الكبير من الاعتقالات سواء من المدنيين او داخل القوات المسلحه. يعني الجيش التركي والاجهزه الامنيه، حتى هذه الصوره التي صدرت اثناء فشل هذا إهانة الجيش بهذه الطريقه، ده حتى في مشكله الى جانب اهانه الجيش ان هم يجردوا من ملابسهم بهذه الطريقه. والجيش التركي له مكانته لدى كثير من الاتراك وكان مشهدا مروعا. الاخطر من ذلك ان الجيش التركي يعاني من نقص الطيارين، اكثر من نصف الطيارين المحترفين الفايترز المقاتلين قام اردوغان باحالتهم الى التقاعد او سجنهم بالفعل، لانهم متورطون من وجهة نظره في المحاولة الانقلابية الفاشلة. والان تركيا لديها مشكلة في المقاتلات من طراز F-16 الامريكية، انه غالبية الطيارين الذين كانوا يتعاملون مع هذه الطائرات تم اعتقالهم او احالتهم للتقاعد، وبالتالي هو بحاجة الى طيارين، فلجأ الى الولايات المتحدة الامريكية لتدريب طيارين اخرين فرفضت، لجأ الى باكستان لتدريب طيارين جدد، حتى أنه استدعى طيارين خرجوا من الخدمة واستدعى طيارين تحولوا إلى مدنيين أعادهم إلى الخدمة مرة أخرى لتعويض هذا الأمر. حلف الناتو يشكو من أن الجيش التركي لم يعد على المستوى المطلوب من حيث التدريب والكفاءة ليكون عضوا بالحلف الأطلسي، لأن غالبية الضباط والقادة ذوي الكفاءة العالية تم إما سجنهم أو اعتقالهم أو إقالتهم أو إحالتهم للتقاعد. فحتى حلف الناتو بيشكو من تراجع أداء وكفاءة الجيش التركي. الأجهزة الأمنية، الشرطة، المخابرات نفس الشيء، إقالات لأعداد كبيرة منهم، العناصر الكفء المدربة التي تلقت دورات تدريبية في الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية وفي الناتو تم إقالتها، وبالتالي أصبح هناك عجز عن التصدي للإرهاب، هناك عجز عن التصدي للجريمة، فتزايدت معدلات الجريمة داخل تركيا لأن أجهزة الشرطة عاجزة عن التصدي لأن الكفاءة باتت منخفضة إلى حد كبير. وبالتأكيد هو يحاول التستر على هذه القضايا العجزية في هذه القضايا بالهجوم على الدول الأخرى بمحاولة استغلال القضايا الدولية والعلاقات مع الدول الأخرى للتستر وأن تغطي أن تكون حاجزا وستارا على هذه القضايا والأزمات التي تمر بها تركيا. لكن تحدثنا منذ قليل عن دعم تركيا للإرهاب وتحديدا دعم أردوغان للإرهاب قوات سوريا الديمقراطية، وكان لنا ربما الأسبوع الماضي حلقة عن دعم تركيا للإرهاب قوات سوريا الديمقراطية كما قلت التي تسيطر على الشمال السوري وتحارب داعش في الشمال السوري، أظهرت مرارا عدد من الدلائل التي تؤكد أن غالبية قادة داعش أو عدد من قادة داعش ربما إما أتوا من تركيا أو حتى يعالجوا في المشافي التركية. بالفعل يعني تركيا تتخذ موقفا سلبيا من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم قسد لأن بها فصيلين، وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. هذين الفصيلين تعتبرهما أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي المصنف إرهابيا والذي يشن عمليات عسكرية متواصلة ضد الدولة التركية منذ العام 1984. على الرغم من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ككل يعتبر قوات قسد الكردية السورية رأس حربة في مواجهة تنظيم داعش، وهي التي أبلت بلاء حسنا في مواجهة التنظيم وأجهزت عليه كلية بما فيه الجيب الحالي الأخير البغوث الذي يتمركز فيه فلول وبقايا تنظيم داعش الإرهابي. تركيا تريد أن تقوم بعملية عسكرية للإجهاز على قوات قسد، الولايات المتحدة الأمريكية تقف لها بالمرصاد وكذلك دول الاتحاد الأوروبي. لذلك الرئيس التشيكي اليوم برر موقف تركيا المناهض لقوات قسد بأن قسد تحارب داعش التي هي ربيبة تركيا وحليف تركيا، وهذا أغضب الأتراك كثيرا. لكن كل التقارير الاستخباراتية الدولية تؤكد صلة تركيا بداعش سواء بتمرير المقاتلين أو شراء النفط منها أو حتى التنسيق العسكري. زي ما حضرتك تفضلت هم يعالجون في المشافي التركية، هم حينما يفرون من القتال في سوريا يذهبون إلى تركيا ومنها إلى بلدانهم التي أتوا منها أو الفرار إلى مناطق أخرى. بعضهم حصل على الجنسية التركية، بعضهم يعيش في إسطنبول وبعض المدن التركية الأخرى. لأن تركيا ضالعة وغارقة حتى أذنيها في دعم الإرهاب عموما وتنظيم داعش الإرهابي تحديدا. إذن خلاصة هذه المواقف التي ذكرناها منذ بداية هذه الفقرة سواء في القضية الفلسطينية أو استغلال تركيا للأزمة السورية أو حتى أزمة فنزويلا أو حتى الحادثة الأخيرة نيوزيلندا وموقفه من نيوزيلندا وتصريحاته ضد أستراليا، موقفه من الاتحاد الأوروبي وهجوم على الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن فهم فلسفة الرئيس التركي في كل هذه المواقف والأزمات المتناقضة اختصارا؟ أنا هضيف لحضرتك كمان حادث هولندا. يعني هناك من يريد الربط ما بين حادث هولندا وتصريحات أردوغان المعادية للغرب بعد حادث نيوزيلندا، لأن أردوغان استحضر الحروب الصليبية، استحضر العداء بين الغرب والإسلام وفكرة القسطنطينية واسطنبول وإعادة الدولة المسيحية في تركيا مرة أخرى والحروب العثمانية وفيينا واحتلال أوروبا ونشر الإسلام وما إلى ذلك. يعني البعض يرى أن هذا الخطاب التحريضي من قبل أردوغان هو الذي شجع مواطن هولندي من أصول تركية على القيام بعملية إرهابية في ترامواي في إحدى المدن الهولندية، ما يعني أن أردوغان يؤجج العمليات الإرهابية مرة أخرى. أعتقد أن هناك سوء قراءة من الرئيس التركي للمشهد العالمي حتى في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب وفي العلاقات مع الغرب، هو يدير الملف بطريقة خاطئة تماما، ومرد ذلك إلى أن أردوغان يعتمد على نفسه فقط في اتخاذ القرارات السياسية، ليس له مستشارين، لا يستعين بآراء الآخرين، يحتكر القرار داخل تركيا والنتيجة كارثية بكل المقاييس. وأعتقد أنه سيدفع ثمن ذلك سياسيا في الانتخابات التي يترقبها الجميع نهاية الشهر الجاري. الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية مركز الأهرام للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأعزاء وصلنا لنهاية هذه الحلقة من نقاط ساخنة، حتى ألقاكم في حلقة جديدة غدا قبل الآن بساعتين. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.